مواصلين معاكم في الجزء الثاني من برنامج أمور جديدة. نمشي طول الموسيقى. قال لي موهوب ولا مش موهوب، انتم باش تحكموا عليه موهوب ولا مش موهوب. بس يا ميش، حسب رايك صادق موهوب السيد هذا ولا مش موهوب؟ موهوب موهوب. فيش سارينا وكل فازات خباز بيا خباز. ما عندوش ثقة في روحه، مش موهوب. كان جا عنده ثقة في روحه راح حجم لحيته تقول انت مثلا. مثلا بلال ما موهوب، تحسه يكتب هكا ميساجات تليفون بصبع ساقيه. ولا موهوب ونعرفه، قابلته في صالون دوتيه في المرسى يغني تبارك الله، عنده صوت واصل وشمات فيهم وريهم ولا واصل. فوز، انا عندي فكره عليه في رفع الاثقال. كريم، فاش توقعه موهوب؟ ديما راقد ديما راقد. توقعه مش موهوب جمله هكا الناس في خطا. يلا خويا عندك دقيقتين باش تثبت لهم اللي انت موهوب. تصفيقه كبيره على بسام. الله ايوه اختصاص اغاني افراح. اي ما بعدنا الناس الكل. يلا الله الله. ويا لالي لا لا لي لا لا لي برد السنارة ويقتل الزوالي، لابس صحوت تحت زوز خلاعي، حتى الكبوت متسلف موش متاعي. نخرج للحومة نفخ سروالي، مال الكرومة نعمك البوهالي، وشتانا بليد يا البرد كلاني، يحرز كانوني في داري راهو دفاني، يحرز كانوني في داري راهو دفاني. يلا 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 يلا، سمعونا زغريفة، سمعونا زغريفة. نح الشراب يا الحبيب، راه مش حلو مش حلو. وين مجمع عروسة؟ وين مجمع عريس؟ الله تصلي على النبي شوية بخور. الله 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 على فوزي بن قبرة، 20 دينار من عند خوه صادق صادق تاليا، صدق تاليا، 20 دينار على راس خوه فوزي. يا لالي لا لا لي لا لا لي بين الجلدتين عومك المناني، السردها بني واقسم لي مسلاني، قراش بيتي نبخت والقريب هناني. بوني عالراس دوب الكلاسر، ظهري من البرد يا بابا ملي زريدة، يا ولاف في روحي خمم في حالي، عايش في تونس ولا في القطب الشمالي، عايش في تونس يا بابا قطب الشمالي. الله 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 شالليلة. اشتح يا ولدي ما غادي، وين جماعة العروسة؟ يجيو هيا جماعة العريس. الله 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 شالليلة. اعطونا الرياض نعطوكم الفن، اعطونا الرياض نعطوكم الفن. اهبط خويا برب البلعين وعلى جنب. يز يا خويا عيب، قدر صاحبي صاحبي قدر. يلا الاولاد يا لالي لا لا لي لا لا لي برد السنارة يقتل الزوالي، لابس صوفو تحت زوز خلاعي، الكابوت مات سلف وموش بتاعي. يل 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 يرفس 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 يرفس. ايش يا عقوبة؟ ايش يا عقوبة؟ ايش يا حم الغوم؟ الله الله الله. الله الله الله. جماعة العروس وينهما؟ جماعة العروس وينهما؟ اعطونا الرياضة تضرب الفن. الله 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 الله. زغرتوا ان شاء الله في دياركم، زغرتوا ان شاء الله في دياركم، مش متاح زغرتوا ان شاء الله في دياركم.
بربي الدسونسيس الحمرا قدام قرنتي بعدها الدسونسيس حومتنا دي ما حيا حومتنا دي ما حيا حومتنا دي ما حيا حومتنا دي ما ساحة دي فوزي سلم عليك صادق تاليا الله بسلي على محمد بربي الزغريتة يلا ارحم الله والديكم ولا إله إلا الله والفرح وعلم وعلم ليه كمل يا ليه 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 معلم هاي خليكوا معاك ليش كل يا ليه كلمة يرحم والدين والدين الله صلي على النبي بابي برلين بورك أحلى برافو بسام الحمراوي هكذا أحسن رد والله يا معلم وين داروا هذا احسن رد اللي قال انك مش موهوب والله ما رديناه المعلم تقدك على السنبوره سواد هرلي هذه يرحم والدين والديك مش قول برافو 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 قال كلمه يلا نلعبوا لعبة المخماخ مع صادق حلواس لعبة المخماخ انتم باش طلعوا فما عقوبات اللي في الطبق حاجة حمراء سبيدري احمر تكبس بدريات كعبة طماطم انت بيدك حاجة حمراء ركز حاجة حمراء ونطيبوها في الشتاء حمص وفيها حمص حمسة بالطبع لبليبي 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 شربة لا عاد لا 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 مرز لا مقلة شو اسمها ذيك الخيوط اسباجيت سيبو لا سيبو باهي مكرونة سيبو المكرونة سيبو برافو باهي أما غلط في حاجة نطيبوها في الشتاء وفيها حمص وطويلة وكنا ناكلوها ياسر قبل شو اسمها رشتة 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 برافو البحثة معاك البحثة معاك كاسب سلم كاسب سل ربحها ارميهم ما يتكسرش سربيها كاس ايا خاوله والبصل بصل بالحق ليه ليك ثوم هذا مش بصل ثوم تفضل اول بصل اضرب سبيل بصل هذاك الثوم اشرب باهي 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 ماك طلعت امشي عاد هذا اللي يربح راك باش تهبطها ما عادش طلعها برافو مش لازم نكمل لا لا تكمل اسمعني زين بتفرجوا فينا شو انت يا مانك عقوبه يلزم تكملوا ريحه فمك كلها بصل انت سليباتير ولا معرسه سليباتير دونك البصل بهيلك بهيلك بصل تشوف بهيلك باش تحرم منه كي تعرس مش يمشي كل وش الكل برافو بسم الله والله سيبو يز يز يزك عاوسي نوت تقلق تصفيقه كبيره بون رشتة هذه الرشتة هذه الرشتة الجواب الأول يعطيك صح هاي ثاني البلاستيك هاي سيدي الطبق شبيك شبيني اللي باش طلعوا تو مدور مال مثلث ومدور طبق دار هذه الماكلة ماكلة مدورة هو طبق مدور ماكلة في وسطه مدورة الماكلة مدورة هاي بريك بريكة مدورة طيبوا مدورة صحيح بس طيبوا مدورة حاجة مدورة وبالعظم ماي رتبيك تطلعها بالحق حاجة مدورة وبالعظم أومليت لا لا لحظة
دجاجة حبلة حاجة مدورة دجاجة حبلة قالوا دجاجة حبلة دجاجة حبلة دجاجة حبلة ليش بيك مركز مع كافتاجي باهي بالعظم ماهوش كافتاجي يا خويا ماهوش كافتاجي يعني حاجة مدورة وتيب بالعظم والمفروم معروفة مسلم يابسة يابسة ولا طرية يابسة ولا طرية تيب برشا في العرسان يابسة ولا طرية تي طاجين يابسة طاجين لا طاجين مدور لا عين اسباني وريا برافو صحيح انت ما تشرب عصير الثوم الله قلت لك ما طلعتش صدقتش معرس امان امان معرس ثوم باهي للدم ميغال على مشاركته كاس كيوي تفضل بارك الله فيك مشيت لها تباشير اخضر هذا هو عندي القرح وديتك رشت بالحق يلا اللي بعد بسام صبوا لهنا وصبوا لهنا واه بسام بسام ما طبقش الديفي تصفيق على صادق ساعه بسام ما طبقش الديفي عندك ديفي اخر باش تتبعه ولكن قبل نمشي وممنوع ولا مش ممنوع ممنوع ولا مش ممنوع حسب رايكم في كندا مثلا قالك ممنوع تنظف الجرح قدام الصغار يا كريم جابك عليه بس احنا في كندا احنا جماعة كندا ايوه ما نظفوش الجرح قدام الصغار ما تجيش مين جرح في كندا مين جرح استناوه لين يكبر بعد نظفوا الجرح استناوه الصغير لين يكبر بعد نظفوا لا صحيح ممنوع من شنو علاش يطلع معقد سنا يكبر يا شيف جرح هكي يطلع مجروح كيفاش خاولة؟ أنا كنت صغيرة بابا لا يرحمه تجرح دوك مشي لنا فرمغي مشي يعمل غرز وأنا كنت صغيرة ديما نحب معناتها نتفرج قلت له نمشي معاك باش نشوف خاطر نحب نطلع طبيبة طلعت طبيبة يظهر لي طلعت مريضة لا يا أخي الاختصاص نتاعك القلوب داوي القلوب قلوب قشره تركي كحله ولا بيضه لا لا ليكور معناتها ان شاء الله ما طلعش قلوب تركي يفتحك في العماري من بعد بي يا اخي مشيت معاه نتفرج هو قاعد يخيط وانا دخت انت وقتاش علاش مشيت معاه وقتها؟ قلت لك نحب نتفرج معناتها نحب نشوف كيفاش الغروس ايوا علاش حاب تتفرج؟ نحب نطلع طبيبه في بيلي طبيبه شنو؟ قلوب ديكور سامح شنو اختصاص؟ قلت لك قلوب قلوب بيضرك هل؟ فوالا ارجع لي دونك مشيت مع بوك يا اخي دخت اي بالحق علاش دخت ما نعرفش كي شفت هكاك ما تقعد نتفرج وبعد دخت شفت انت علاه مشيت مع بوك سي شنو اي لا بالحق مش عارف هذا الديتاي هذاك ما نفهمو بالحق انت مشيت معاه اسمع في بيك نسيتوني في الحكايه دي شكون اي مشيت تفرجت كي قاعده رفيق فيش معناتها يعملوا له في الغرز دخت سيتي شوكو معناتها نصور هذاك علاش مضروب هو شنو والله انسحب يا خويا سيبون الخبر هو ممنوع ممنوع ما كانكش مشيت معاه معناها اي ما صحيح في تايلاندا حسب رايكم ممنوع نسي ماكيجو في الاسانسور ممنوع ولا مش ممنوع؟ ممنوع في نوف مشيت لتايلاندا ونعرف اليوم ممنوع انا بدي ما مشيتش ما نعرف اليوم لا 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 ما تحب في تايلاندا في الاسانسور لا صادق لا باهي المرات ماكيج وين تحب باهي شنو في الاسانسور عندك ما تماكيتش قدام دفلة وين ما تحب باهي وفي الاسانسور ممنوعه في تايلاند شنو دخل الدفلة خويا قانون دولة الدفلة نوار دفلة يا ضد الدولة انت نقحوا القرار نقحوا دفلة اي ممنوع اكيد علاش ممنوع؟ ضيق الاسانسور وي مش فهمت ماكيج فاش تعمل؟ اي ما مو تعرف انت فهمت فوزي حسب رايك انا ما عنديش فكره ما كنت تحب هي حتى في قدام دب لا قدام شو؟ والله ما انا لا قدام دب ياكلها قدام دب شو عندك قدام دب وما باهي كريم ممنوع مش ممنوع خاطر نسي ما كيجو باختو ان بلوس لي زاسونسور الكل فيهم مرايات ما نتصور ترى نشوفوا ممنوع علاش ممنوع؟ علاش شو اللي علاش قانون دولة اللي نعرف عليهم هذا القانون مش مليح مش مليح يبداو يجرو في الاسانسير فما مثلا عباد يخدموا في خدم وفيهم برشا مكياج كيما الميكانيسيانات شوفوا مع بعضنا هاي الصباح المبروك جا واحد يخدم انا روحي فهمتوا لا تعملها بي هت هت هيخدمي يا عبد الله ربي هيخدمي هت زايد هذه سمعت لها السيكليست
صالح 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 عسلامة بابا. شبيك تسيح عزيزي شبيك؟ صالح صالح مش بيكي مش بيكي. أنا الميكانيسيانة هنا. أنت ميكانيسيانة؟ أنت كليو بوم بيه أمك يجري. أول مرة أشوف أرباك بصلي عني بي. مش بيكي كده لابسة بالرأس قولي كعبة فريق يلو. لا لا دي واحد ينقبك من ساقيك من لوطة يبت بيقولوا بجد. سامحيني يظلي انت بنت صالح بري عايت البايك صالح السكليس خلي صلح لي الموتور. ما عجبتكش انا؟ لا انت عجبتيني. اما حاشي نحب نصلح الموتور. والله انا باش نصلح لك الموتور. انت باش تصلح الموتور. شو ما زيد باش تصلح الموتور زيد الله العظيم. به قولي بابا شبيه الموتور مكسره؟ لا لا هذه معناها شبيه الفيسب طايح بها سونتروا جملها تروتينات في الحرام بلاش بيه براس امك شباش باش تكون عاد جيت قلت لها ترون قالت لي عارف هذي غادي نجرب عندها صوت كذا ترون تعمل هذي ما تكون كان البوجي بوجي ولا عامل نوي فهمني كيفاش اوكي باهي تنشوف هاي تنشوف هاي سيدي باهي سيدي اسمعني ايوه شوف انت كيفاش اجا حلي الكبوت اما نحل الكبوت حل حل الكبوت اي تو تسوي تركتك هاك ناحي كابوس ناحي جيب قولي انت برك اش تحب الكابوت متاع الموتور يعطيك دوده ضاره مش ميكانسيان هذي بس موش كابوت اسمه كاش هذا اسمه كاش نحل الكاش ها الكا تي راك باش تهبرني تو باش طلع لي الزيت للكاش متاع مخي اي حل الموتور فيس برا امشي جيب لي مفتاح 15 اجري جيب المعون برا طلع لي زيت المخي وش بقى تحولت هذه مش كانت فين ولا بس عليها بسم الله العظيم ها الماتريال هات المفتاح 15 فيس مفتاح 15 فيس 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 تحبيش مفتاح الدار مفتاح 15 تابع المعونة تابعني أنا بك أي بي هيت تفضلي هذا سبعة سبعة وهذا قديه أي هذا 15 هذا كهو 15 صلى على النبي لا لازم ها 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 اللعب الصحيح ها اللعب الصحيح ها يا سيدي شو فوالا سي اي خدم موتورك توا شبي خدم موتورك انت ملي شافك خدم وحده بسم الله لازم كان مكسر تصلح هذا لا لازم منك اللي كان مسي قلبي مسي قلبي بوجيات قلبي صلحيني تحبي تصلحيني عندي بوجيه دينيم شبيك شبيك فلوسي فلوسك إيه لا عندك حق مدام صلحت إيه فلوسك قداش تحبي 4000 7000 أنا نحب 200 دينار زيد عليهم 50 دينار وناخذ واحدة جديدة أنا بنتي شنو 200 دينار كان عمك صالح فهمتي والله 7000 فرنك يصلحوا كل يكبسوا بالتل أمور ومريقلي 200 دينار تستحق 200 دينار أو ميكانسيانة هذه تستحق 200 دينار اسمعين يمكن انت ما عنديش تاو فلوس تركبي معايا توصلي للدار فهمتوا مدهم بخبيها تحت المسمى في الدار في الدار الفلوس ما عنديش تو نمشي معاك للدار اي والله مضبيه دي حوش نعيط لك الشكيره تمشي معاك للدار احلال احلال يكلم علمه هكا مال الصانعه كيفاش عيطي عيط شكيره شكيره هاي تيجي يا شكيره شوشو يجي يا شكيرة بس شوية شكيرة سمعين راني مهبول موتورات راني كبري بالموتورات شدي حزمي شدي شديني بالا وش بي صوابع كاكر شكيرة هذو مصوابع مش الزفت هذو ما يتلفوا في القطن يا شكيرة يا شكيرة عاملة كاخ تحرش في وجهك شكيرة هذا رشكله في فمك يا شكيرة
انت شاكيرا؟ لا مهبول شاكيرا يعني. مهبول شاكيرا. مش كل سنيك عاملين زوم قدام اي في بالي في بالي بهم سنه دي جلا وجلا دونتيست لا جلا دونتيست تعرف شكون يصلحهم دونتيست جرب بلا دونتيست اعبد اعبد ولا راي قال شكيت ابرت شنو شفتوني انا ميكانيسيانا سكسي فما قريه في سعيد مصر ممنوع انك تحجم شلاغمك حسب رايك ممنوع ولا مش ممنوع؟ اي ممكن. هاي نجم بليه ممنوع معناها فما ولا ما فهمتش حد انا نحب نقول هي موجوده هذه شنو نحط؟ حجم شلاغمك ممنوع مش ممنوع اي ممنوع لحظة كي نقول لك قريه في مصر ممنوع تحجم شلاغمك تعتبرها ممنوع كان موجوده قول ممنوع كان كذا قول مش ممنوع موجود معروفه القريه معروفه معناتها قريه الميشيل غيمين معروفه حتى نسيها ما تحجمش شلاغمها ساو رجال كلها بشلاغم حتى الفوتو بشلاغم الفوتو ضاو كلها بشلاغم حسب رايك انت ممنوع خاطر هما ديجا يحلفوا بشلاغمهم هذا وشنبي يا بوي وكل وشلاغم تاعهم بلوس يبداو سبيسيال هكا ولا سبيسيال لا يحلف يا هاي قول وشنبي لا تخرج وشنبي درا شنو والله بالحق بلوس الشلاغم تاعهم تبدا قالوا بشلاغم أو بليس الشليغة متاحة معرفتك سبيسيال يبدأوا هكا تويل وجوايدين يبدأوا أنا نحلف بصباع سيق مثلا كنجي نحلف بشت صباع سيق كما هم بالحق ولا بالحق ما يخي تفرجوا فيهم في الأفلام بدأوا تويل هكا تقول زوز فرازة نجم حد يحلف بشليغم ولا شليغم خالد ورحمة شليغم خالد ولا رحمة شليغم رجل بنت خالد بو أمي أنا هو الفازة بالحق سنسامون ولا بابا واحد واحد يورث أراضي واحد يورث شليغم انا يعجبني الرجل عنده شلاغم ورث ساعات نبدا نسال هذا ما يعجبكش ما يعجبكش اسمعوا نصيب لا فوزي عنده شلاغم فوق عينيه عجبته من عند كريمك قلت لك حبيبي لا مش من عند علاش من عند كريم تعجبك عند بيا دي ملا لا تعجبني قلت لها معناتها ما يعجبكش فوزي قال له شليغمك فوق عينك تو حلوه هذه شليغمك مش خلي يقول شحال بحر لا علقته خاطف سامحني ما شاء الله حسدتك في عرقها ما تعجبكوش بالله سامحني راجل محوجب شنو القضيه؟ لا ما بقاش محوجب هو وهذا وسامحني سامحني وهذا خلق سامحني هذا خلق ربي سبحانه وتعالى هو عطى رايه ايش قال على خلق ربي؟ شنو القضيه؟ شليغمك فوق عينك يا بيا اسمعني يا بيا شو تحوجيب هذا اللي تخطط والله اسمعني يا بيا هما باش نولي نتحوجب عليه والله شو تحوجب صدق ولا ما عادش نحكيو على حوايج عنده كلمه حبيبي يا خويا يا خويا اسا ما عادش تشلغم عليا انا مالا يا بيا حاجه مش لازم تحكي راح بركان شوف راح ما حباش بلي شلاغم ما دامنا عندها شلاغم قاعد تغلي تو فضلك عايش من فضلك لا والله في بيتي ما يضحك سمعت ما تدخلش بين العائلات قال صدق كون عايش عائله واحنا ما عندناش شلاغم عندنا شوفوا ممنوع ولا مش ممنوع ظهرت مش ممنوع ظهرت الحكايه مريوسنا الكل لعبة الكور توا شكون باش يطيح صاحبه ثلاثة مرات واللي باش يخسر عنده عقوبة كبيرة برشا شنو عقوبة؟ نفصلوا شربناه الثوم وشربناه نشوفوا مع بعضنا شكون ينجم يطيح صاحبه أكثر من ثلاثة مرات هي راهو فيها ريسك هذه اللعبة عليه خاطر كي تطيح لهنا عندك هذه هكا مش باهية والله بالحق أنا لعبت فيها اللعبة هذه قبل أنا مش مستعد بالحق تحت والله تحت مش دونك كذاك علاش فيها ريسك نحطوا بدال وصادق يلا بلال وصادق في لعبة لمبيل خاولة تمشي انت حكم يلزم اللي يطيح ناقفه نعاوده من الاول شكون يطيح ثلاثة طيحات اللي ماركي ثلاثة اهداف هو اللي يخسر يلا خاولة حكم والعقوبة عندي قدامنا باش نعملوا له كوكتيل غريب جدا ما يموتش غادي يموت بالكوكتيل قلت لك قلت لك قال الراجل يلا 3 2 1
تيمشي هذه مرة أي سنة عاد أي واحد بلاش لي صادق شو طيحوا صادق 1 2 3 تيمشي يا بينا خرجوا من التلفزة خرجوا من التلفزة مين بلاش للصادق أي مرة البلال البلال أي أبش يبعثوا للراديو أي أي من الجنب والله ريزيستا هاي الوقت الضايع بليل امشي الوقت الضايع امشي هاي امشي 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 مازال عندك وقت لازم وعد كامل مازال عندك وقت مش تموت خلصوا مازال عندك وقت برافو صادق عيشة صح الكونستا ساعة دخلت فيك كاميون ساعة والله ما يتيح عشان عندي مي لا بلاي لحظة في بالك أخف منك ما يتيح لحظة لحظة في بالك وقت أنت جريت جبد بيك قال لك أنت ما نجمتش من بعد جبد بيك فات عمل أخف منك صدق ترى والله نجموا بالقرعة نشوفوا زوز الأرقام اللي باش يشربهم بليل يلا اختار زوز أرقام من 1 إلى 10 يلا قولوا نحن ثلاثة رقم ثلاثة رقم ثلاثة ورقم واحد رقم واحد فلفل أكحل شنو هذا؟ ثوم وفلفل أكحل ليه عاد أوه أنت مش تقدمنا لتونس بخير قدم وأنت تترشف ليه يا أخ مش ضيع خليني نرخف ونشرح كيف عامل زعتر مال شكون يحب يتسابق زوز الأخرين؟ قلنا شفنا شرب تو نخلوا سي بون تصفيق على بليل المساوي على روحه الرياضية ميرسي قبل هاي قبل تونس بخير شكون يتقدم للمسابقة؟ بيا وين عليه؟ بيا وحدها بيا وحدها وحدها بس برجوا لي خلي هذيك اللي يبه ندس صدره فوزي ما عادش يربحني شوفوا لي متباري اخر شوفوا لي واحد اخر ما عادش يربحني ياكم عندها حق اسمع بيا وخوله بصراحه لا 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 بيت خليك هاو لا لا خليك بيت لك بيت يختار وفي صلاة بيا وخولة بيا وخولة لا زوزن زي ما تجيش بيا وخولة أنا نصوى أنا وبسام يلا بسام وميقال وتصفيق على بسام وميقال يلا حلف حلف يلا نحترموا بيا حكم تمشي بيا حكم تفضل بيا تمشي على بيا دونك نحترموا القوانين الأولاد من أفضلكم بعد مباراة رفع الستار بعد مباراة رفع الستار واللي شهدت سيطرة تامة لصادق حلواس على حساب بلال مباراة الرئيسية ثلاثة بلاش شكون يربح فازي بايا 3 2 1 هذه الأولى واحد بعد اثنين اثنين مازال التعادل عملت العار قم هيا النهار تعدى
تنتهي المباراة بالتعادل. يا أمي يا أمي الله يشفي بك لو هاي سيبوها مالا شميتي تتكتلو قبل تونس بخير اختار ميقالو رقم وبسام رقم باش تشربوا كوكتيل مع بعضكم يلا لا لا ما تخزروش اختار رقم بالصدفة ونشوفه في الإكران شو تطلع من واحد لعشرة يلا خمسة خمسة ميقالو بسام ثمانية ثمانية خلوه الخمسة خل والثمانية مايونيز مش يشرب مايونيز والله ما تعمل كيس معنا حلف بعد الراجل ما طيح حلف مش يشرب أي حاجة إلا إلا شنو؟ مايونيز هذه إلا الماء هذه أشرب منك المايونيز بس أشرب أشرب منك المايونيز أنا مايونيز أنا خاطر الأول صدمت عليك أنا زادك ما أشرب بزوز مايونيز أشرب مايونيز بسم الله يا الله امشي 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 بنت عمرها عام وشهرين امشي لا رشفه برك خاطر بالحق نجم تضر المعده والجمعه الفايته تضر خبزة مرة بالحق خبزة مرة أمي بابا نحبكم شو هدية الكورة باش نتعديها سي بون ما دامنا في المرارة نمشيو لفقرة بليل ميسي ميرسي مرحبا بكم كالعاده تونس بخير الجمعه هذه عمل دور على الفيسبوك والانستغرام والانترنت باش نشوفوا تصاور المشاهير وفي تونس وفي العالم ونشوفوا واش هبطوا لنا الجمعه هذه كما نعرفوا نحن تو في فصل الشتاء صدق والجمعه اللي فاتت عدت برشا شتاء وبرشا مطر دونك اوتوماتيكمون باش تلقى برشا عباد يستعملوا السحابه والبارابلوي يخرج بها وكذا ننسى بصفه عامه ديما طليعه نتاع نساء يحبوا الريق نتاع تصور بالبارابلوي هكا المطر تصب زعما شويه رومانسيه وريق تعملهم تبيا ولا لا ما عنديش حكايه بيا تلبس بوت وديريكت في الطبعه فوالا بالحق اي فوالا جميله الشيخي جميله الشيخي يصور التصويره بون جميله مش في بالها هي راكيت باش تخرج هكا فوالا ولا هكا هي مش في بالها باش تخرج وحده كيما هكا شوفوا جميله الشيخي كيفاش خرجت كيفاش تبارك الله جميلة فرمو بعد ما صبت علي المطر عملت بارابلوي ممكن هيك يقول المثل خرجت الشيحي الله يبارك نمروا للي بعد هو عادي راك تلقى زوج ممثلات يصرخوا روب بعضها مثلا تشوف هذيك لابسه روبه تلبس كيفها تشوف عنيد اسمها عنيد ولا كيف سرقه ولا مثلا خوله تشوف مثلا نقول احنا نعومي كامبل لابسه روبه تقول لك نحب نلبس كيفها تمشي تسرق الموديل كوثر الباردي ما سرقتش من ممثلات سرقت من ديسانيمي بالحق شوفوا كوثر ايش لابسه شوفوا ديسانيمي اللي سرقت منها كوثر الباردي اللبسه نتاعها هي بينا الممثلات في تونس تولت عندهم الموضه نتاع تربي كلب شيواوا بيرجي كانيش كلب عربي المهم تربي كلب وانت تعرف خوله وتهبط تصويرتها معه كيما نعرفهم برشا ممثلات يهبطوا تصوروا مهم يبوسوا في الكلب والكلب يبوس فيهم اي يتبادلوا في القبال كيما نشوفوا لهنا اي شو الكلب كيفاش عامل ولا لهنا مروه العقربي حبت تبوس الكلب دخلت عامه البحر ورا تشوف الرياكسيون نتاع الكلب نتاعها احنا راهو ثبتنا شويه وعرفنا الكلب فاش يخمم شوف الكلب فاش يخمم اخي مش زهير ذويدي هذا
كيما نعرفوا كيما نعرفوا الناس الكل اكثر واحد مؤهل يعرف الكلاب اش تخمم شكون سي بون سي بون خدم معاه كيما نعرفوا الناس الكل واحنا صغار الحيوانات عيب عليك كيما نعرفوا الناس الكل واحنا صغار وبيتنا وماتنا كانوا يقولوا لنا ارقد ليجيك الغول ولا ارقد ليجيك البلالو الناس كلهم كنا نخافوا ونمشيو نتجراو ونرقدوا، ما عمرنا كنا نعرفوا كيفاش منظر الغول هذايا حتى لين هبطت مروه العقربي التصويره هذي. يركز مع حد وقبل ما نكملوا وقبل ما نكملوا في نهار لحد ما يهمك في حادثه سيريه راس العام عملوا اعلان بيع للعموم جولف كات حمراء ماشيه 39,000 بريمير مع. ليه 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 وش هذه جولف كات؟ هاي جولف كات يا ودي. يديك بربي يديك حنان شكراني ميرسي كانت هذي فقط يعطيك الصحة بلال المساوي نحب نذكركم انتم القاعدين هنا نتذكروا مرأة وقتها في أمور جدية في رمضان وقت اللي هي جات ربحت فلوس وقالت نحب عمرة وعدتها أنا قلت لها بيت ونشاركوا لها في عمرة المرأة هذه طلبتني أنا واحد من الناس وقالت باش نمشيو للعمرة وكنا احنا باش نربحوها العمرة يا اخي كلمه تونيزي بوكين قالت انا باش نهدي لها العمرة كفلت بالحكايه وكنت باتصال بها وخاطر تحل باب العمرة من الاخر دونك نحب نشكر تونيزي بوكين اللي تكفل باش يهزها له العمرة في بلاصتنا دونك نادي جماعي مدام مع عمرة تونيزي بوكينغ العمرة ما تغلاش عليك وتلة من 3 إلى 5 نجوم مصوم في متناول الجميع ابتداء من 1965 دينار الشخص إقامة 15 يوم تنقل مرشد ديني على ذمتك وزيد تروح بالكادوات تركب من تونس من المستير من صفاقس ولا من جربة رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله يعطيك الصحة شكرا لتونيزي بوكينغ دونك أمور جدية متواصلة نرجع لكم بعد الفاصل